والحمد لله انا جد فرحان، حققت دابا لثالث مرة كنحقق صعود، فهو فضل كبير من عند الله الحمد لله. كنشكر اللاعبين على القتالية ديالهم اليوم، فقدموا واحد اللقاء اللي كبير، والحمد لله المجهود ديال السنة ما مشاش هباء منثورا. كنشكر اللاعبين، كنشكر الجماهير الحريزية، كنشكر الطاقم التقني، كنشكر الحاج نور ديال البيضي على الدعم الكامل ديالو، وكنشكر الحاج كاميلي ديال الدعم ديالو، وكنتمنى ان شاء الله حظ موفق لفريق يوسفية برشيد السنة القادمة في البطولة الاحترافية.